الجمعية اللي تأسست في 2006 ودار واحد الجمع استثنائي في 2007. من 2007 حتى 2019 ما كانش أي اجتماع. انخرطنا في هذه كما واحد المجموعة ديال المخارطين اللي العدد ديالهم في حقيقة كان تضارب ديال الأرقام ديال 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 المخارطين اللي يفوق واحد 350 مخارط. انخرطنا على أساس أننا باش غادي نستافدوا بقطعة أو البعض يستافد بقطعة أرضية بهذه التجزئة. إلا أنه من 2007 حتى 2019 هانتوما كتشوفوا في المشروع، دابا رانا في 2020. استغلوا هذا المكتب القديم، استغل ان واحد المجموعه ديال المخارطين ما كيعرفوش بعضياتهم، لهذا ما دارش حتى شي جمع عام، يعني 12 عام ما كانش فيها جمع عام. بعد الالحاح ديال واحد المجموعه ديال المخارطين اللي بقاو يتلموا بعضياتهم في 20 افريل 2019 دار واحد الجمع عام، الا انه كانت جمع عام مهزله، دار فيه واحد التقرير مالي اكثر ما يقال عنه انه مهزله، مغالطات كثيره في هذاك التقرير المالي، لدرجه ان امين المال ديال الجمعيه ما فهمش لا الارقام اللي داروا تما ولا وما قادرش يجاوب حتى الاسئله ديال المخارطين. ترفع الجمع العام باش يدار جمع عام اخر، ودار واحد اللجنه ديال الافتحاص، وهنا كانت الكارثه العظمى. من بعد هذاك الجمع العام واحد المجموعه ديال المخارطين بقاو يتسائلوا في واحد المجموعه اللي دارها المكتب ديال المخارطين، بقاو يتسائلوا وكانت واحد المجموعه ديال الاسئله، العدد ديال المخارطين، المصير ديال القطعه الاولى اللي تقتنات، فين وصل المشروع، شكون الناس اللي دفعوا شكون الناس اللي ما دفعوش. دائما كان هناك تهرب ديال الاعضاء ديال المكتب السابق. التقرير المالي اللي دارته لجنه الافتحاص ما هو الا تاكيد للتقرير المالي اللي كان دار قبل. كانوا هناك فيه خروقات كثيره وكثيره وكثيره وكثيره، من بينها شراء اقتناء او وعد بالبيع ديال القطعه الاولى والفسخ ديالو. وهنا غادي نفتح واحد القوس، الفسخ ديال العقد اللي قالوا لنا اننا فسخنا العقد ب 26 مليون، في حين انه الجريده الرسميه اللي تصدرت في 2020 فيه الفسخ ب 3000 درهم، وتصوروا انه ب 3000 درهم حتى 26 مليون، هنا علامه استفهام كبيره وكبيره. كان واحد المجموعه ديال الاخوه لجؤوا للقضاء، الا انه لحد الان ما كاينش جديد في القضيه. الشرط الفاسخ اللي يقول بان اللي انسحب من ذاك العقد يخلص للطرف الاخر 100 مليون لكل جمعيه، صدير 200 مليون، جوج ملايين ديال الدرهم. الا حنا بالنسبه لنا هادو هما اللي جاوا قالوا لنا راكم ربحتوا 100 مليون، ورحنا قلنا له علاش انسحبت؟ قال لك اودي نتوما ما عندكمش فلوس. كنتفاجئوا حنايا، ما عمرو جاوا عندنا قالوا لنا من 2007 حتى 2019 ما عمرو قالوا لنا ودي راه خاصكم تعطيو الفلوس. ما راسلونا، ما قالوا لنا ودي راه حنا خدينا واحد الارض وخاصنا الفلوس وزايدون من داروا الفسخ، شكون اللي غادي يفسخ؟ السيد اللي غادي يفسخ. وشكون اللي غادي يخلص النوتير؟ حنا اللي غنخلصوا النوتير. والنوتير كما قال الاخ اللي قبل مني، الفسخ والنوتير معنا هنايا، الفسخ الثمن ديالو في ذاك الوقت 1000 درهم، واليوم عاد في الجريده الرسميه ديال 2020 ردوها 3000 درهم. هناك تعرف بان كاين تلاعب وكاين تماطل، والناس اللي كيعرفوا هذا الشيء راه يسولوا ويعرفوا بان الفسخ راه ما عمره فات 3000 درهم. هذا هو المشكل. دابا غلطوا الناس، جاو حطوا هاد التروتوارات على شوف العين، باش ملي كتشوف من الطريق تشوف هكا التروتوارات تقول صافي التجزئه راه بدات، بصح ملي كتدخل التجزئه ما كتلقاش ني اسينيسمون ني توفنون ني ريان دو تو، تلقى غير التروتوار ماشي هكاك طول على حساب واحد نقولوا واحد 500 متر ديال التروتوار. وانت عندك مسؤوليه، ناس واحد ازيد من 200 واحد ولا اللي داروا وضعوا فيك الثقه انك تقتني لهم واحد الارض، غادي تمشي انت الارض تسوى 165 درهم، تستنى السيد يشريها باش يعاود فيها البيع ثلاث ايام من بعد بواحد الثمن تقريبا لو دوبل. هذه المساحه ديالها تقريبا 8 ديال الكتارات، الى 8 ديال الكتارات شفتوا الفرق ديال ما بين 165 درهم ل 300 درهم للمتر المربع، راه مبلغ كبير. يعني بالنسبه بغض النظر على لو بلون داميناجمون مثلا ديال كاب دو لو اللي قال لك كان معطل ولا، بغض النظر يعني الى جينا
خدينا كمثال غير هذا الاقتناء ديال الارض، كيقول لك هذا السريه مات السريه، ونهار ذكروا لنا العدد قالوا لنا 270 ولا 276 منخرط، جوست ابخي قالوا لنا 280 ولاو قالوا لنا 312. هذا الشيء اللي نقول لكم راه بوثائق رسميه في حضور ديال الجمع عام وناس حاضرين معنا وممثل السلطه المحليه، ومن بعد وصلنا ل 360. دوك ديجا راه حنا بحال اللي تقول دارونا في واحد الوضع كارثي. اللوتيسمون فيه 224 قطعه ارضيه، وحنا المنخرطين ازياد من 360 واحد. دوك يعني ديجا دابا راه حنا بحال اللي تقول نشوفوا غير الحلول الترقيعيه لهذا المشكل اللي وضعونا فيه. دوك الا جيت نتكلم بالاسم ديال يعني باسم يعني بصفتي عضو دابا في المكتب الجديد، دوك في 9 افريل 2020 يعني تعقد واحد الجمع عام واحد اخر. هذاك الجمع العام كلشي الاعضاء اللي حضروا المنخرطين يعني كانت اغلبيه مطلقه، يعني العدد اللي كان انا نستثني ثلاثه ديال الناس اللي ما صوتوا ليناش، دوك الاغلبيه المطلقه صوتوا بسحب الثقه على الاعضاء ديال الاعضاء المكتب السابق، وانتخبوا انتخبوا اعضاء جدد اللي انا من بين هاد الاعضاء. والحاجه اللي بغينا نقولوا لا للمنكر، وبغينا نقولوا بان نوصلوا الصوت ديالنا ان كاين فريمون واحد الاستياء كبير على هاد كنسمعوا هاد الجمعيات وهاد الوداديات يعني كيديروا خروقات كبيره، والجمعيه ديالنا كنعتبروا بان حتى حنا يعني لاحقتنا اضرار وخيمه.